انما الحكم بيشير متابعه المباراه خطيره مستحطاصه ممكن ممكن باولو السامبا البرازيليه عم ترقص على ارض ملعب بيروت البلدي امام جمهور الانصار امام الجمهور الاكثر اللي عم يحتفل باللحظات مع باولو بافتتاح التسجيل باول اهداف هاللقاء. باولو واحد الانصار واحد، جمهور الانصار فرح. هيدا هو باولو البرازيلي ابدا ما تاخر ولا لحظه داخل منطقه الجزاء، لا يهز الشباك، لا يسدد، لا يعلن عن اول اهداف اللقاء، لا يخلي جمهور الانصار فرح من بدايه اللقاء. عم نشوف الاعاده، هيدي التمريره الاماميه باولو، يعني شوفوا باي طريقه باولو كان عم يسدد الكره، بطريقه ولا اجمل من باولو، يعني وضع الكره بسلاسه تماما. واللاعب المحلي على امل يكون اجاها مستوى مطلوب باولو، جول 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 جول، على امل اللاعبين الاجانب يكونوا على هيدا المستوى، على مستوى هاللاعب البرازيلي فيتور باولو ماتوس عم بيهز الشباك مع جمهور الانصار، مع جمهور الانصار يلي قادم الى ملعب بيروت البلد للاحتفال، للاحتفال بالانتصار اكيد، للصداره بكل جداره يا انصاريين، عم بيسكرونا بالسنوات الماضيه، عم بيسكرونا بانصار الامجاد، بانصار الاجداد بملعب بيروت البلدي، فيتور باولو ماتوس على البرازيلي والكره الراسيه داخل شباك السانتينا تحت انظار ممكن يكون صانع الانتصارات، صانع الالقاب، صانع الامجاد، هيدا الاجنبي المطلوب مثل ما كنت عم بتقول، هيدي العرضيه فيتور باولو ماتوس ملا راسيه بالشباك الراسنجاويه، رائع يا ماتوس، فعلا الانصار حاضر بكل الميلات، ماتوس الرقم 12 داخل عنده كثير من الحلول جوزيف باتريك بهالمباراة، أقل الحلول الدفاعية وسط المشاكل الكبيرة يلي عم يعنيها دفاع الراسينج والهدف يلي سجله طبعا باولو في خطيرة فيكتور باولو بتقدم البرازيل الكرة خطيرة الأنصار حاليا ممكن يصدي فيكتور باولو فيكتور باولو عم يطلق صاروخ عم يسجل هدف الثاني الأنصار الأنصار عم يحتفل حاليا بالتقدم ملعب بيروت البلدي التسديد الرائع من فيكتور باولو البرازيلي كرة عبر القارات كرة صاروخية عم تستقر بالشباك بشباك ربيع الكاخي من قلب بيروت البلدي إلى قلب الجبل فيكتور باولو عم بيهز شباك ربيع الكاخي إذا أنس أبو صالح على أرض الملعب بالإعادة الهدف الرائع اللي سجله باولو فيتور ماتوس يعني بنعتذر منكم على الخطأ التقني اللي ما سمح لنا نشوف الهدف من أكثر من زاويتنا الفرحاني بيتقدم بيلعب الركنيه داخل منطقه الجزاء جمهور الانصار جمهور القلعه الخضراء قال لهم انا جاي لملعب بيروت البلدي عليه الانصار كان غائب تماما عن مجريات الشوط الاول لكن الفرصه الوحيده يلي سنحت امام لاعبينه بهالشوط قدر البرازيلي باولو فيتور ماتوس يترجمها لهدف التقدم بعد عرضيه من محمد قرحانه